السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة الموحي جيمر. إن شاء الله في هذا الفيديو كما تشوفوا معايا احنا في أخطر طريق. سوف أقوم بعمل تحدي مع نفسي، يعني كيف، يعني هل سوف نصل يعني إلى يعني النهاية بدون يعني أن تسقط الشاحنة إلى أسفل السافلين. يلا على بركة الله، احنا يعني بدينا في الطريق. لا، ما كان عندنا أي مشكلة الآن. شوفوا، والله يعني عليك فقط أن تحفظ عن يعني على الطريق وعلى العجلات، يعني إنما يعني عندما تذهب في الطريق عليك أن تعرف يعني أين تذهب العجلات الشاحنة. يعني زواج، سير على مولانا. لقد حصلت هنا يا أخي، سوف أستعمل الكاميرا الحرة على أي ممكن. هنا يعني قمت بتسريع الفيديو لأنه يعني كبير شوي. يعني كما ترون هي الخريطة يعني موجودة يعني في لعبة الأمريكان تراك، يعني تشتغل على الإصدار يعني 1.36. إذا تريد أن تشتغل عندك عليك أن يكون عندك يعني جميع الخرائط، يعني تكون عندك الأوريجين، خريطة الأوريجين، واشنطن، قطع، وديلسيات أخرى، مكسيكو وإلى آخره. فإذا تريد أن تشتغل تريد أن تشتغل عندك، يعني يمكن أن تشتغل عندك يعني في اللعبة المهكرة، يعني يمكنك أن تقوم بتحميلها في موقع ما، ولكن تكون إصدارها الأخير يعني 1.36، يعني ليس 1.37، لأنه 1.37 فقط نسخة يعني تجريبية وليست كاملة، ففيها الأخطاء والأشياء كثيرة. فهنا يعني كما تشاهدون الآن، يعني سوف نصل إلى النهاية بدون يعني السقوط الشاحنة إن شاء الله. هنا يعني احنا إذا ما كانش عندك الكارت جرافيك مزيانة هيوقع لك دروب في بي اس كما عندي دابا الآن. وأريد أن أقول لكم باللغة العربية، إذا ما كان عندك يعني الكارت الشاشة يعني بشكل جيد أو يعني كارت شاشة قوية، سوف يقع لك كما وقع لي الآن، يعني مشكل في الدروب في بي اس. و أسفل الفيديو سوف تجدون رابط الخريطة مع البروفيل. يعني بدون أن أشرح لكم يعني كيفية التركيب، سوف تقومون ب فك الضغط على البروفيل وعلى الماب، وتقوم بإضافة الماب في مكان المودات والبروفيل في مكان البروفيل، وتدخلون إلى اللعبة عادي، وسوف يشتغل معكم يعني تشتغل معكم الخريطة بنجاح. وتحياتي إليكم، ونلتقي في الفيديو الجاي إن شاء الله.